تنك يا بيعوي فيك انت النحبي مبارك عليك في الشهر وياك اخوكم احمد البداح صاحب مدرسه اكس توك سكول. بنكون وياكم ضيوف خلال شهر فضيل في حلقات اسبوعيه كل يوم اربعاء بعد صلاه العصر. بنتكلم عن عده امور مختلفه، مقارنه بين الفصائل المختلفه من الكلاب، ومعلومات تعليميه تدريبيه، ومعلومات عن العنايه والرعايه. وبنفس الوقت راح يكونوا معنا ضيوف مختلفين خلال هذه الحلقات. طبعا احنا نتكلم عن كلاب المدرسه، يعني ليش تهديد، ليش مو مايلو، ليش مو اكس، ليش مو هيوغو، ليش مو ذهب، كلهم احبهم ما عندي فرق بينهم. بس ان شاء الله برمضان اي فتره ثانيه نطلع لكم مجموعه من كلابنا واعرفكم عليهم. انا عندي مجموعه كبيره من الكلاب، راح تحبون الكلاب ان شاء الله. ما شاء الله كبر. هذا تهديد الربع كان فيه باربو صغير، كان تذكرونه رمضان طاف، مو رمضان طاف، شهر اثنين اتوقع كان اللي طاف، هي شهر اثنين اللي طاف حاشا الباربو السنه اللي طافت. وبرمضان ان شاء الله كان قاعد يتعافى منه ريكفري. عندي فيديوهات، عندي صوره، الله يستر عليك. طبعا تهديد من انتاجي مالينو سولد بلاك، وبدنا الله بيكون بروجكت لنا الفتره الجايه، الله يستر عليه. X sold, X sold, X.